السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلتقي اليوم للحديث عن حكمة بليغة لها ارتباط بحياتنا الاجتماعية وبسلوكنا اليومي وبقضايا النفس وأمراض القلوب. هذه الحكمة تقول: كما تدين تدان، كما تدين تدان. تعالوا بنا نتعرف عن حقيقة هذه الحكمة ونتعرف على قصص بشرية لم تدرك حقيقة هذه الحكمة إلا بعد فوات الأوان، لنأخذ العبر والعظات ولنصلح من أمور نفوسنا، ويغفر الله سيئات أعمالنا. كان الصحابي الجليل أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا ينام، فكن كما شئت كما تدين تدان. أبو الدرداء هذا الصحابي الجليل كان من الصالحين المصلحين، وكان من الزهاد. في عصره لاحظ بأن الناس يتصارعون يتخاصمون، وبعضهم يظلم بعضا. رأى القوي يظلم الضعيف ويأكل ماله، ورأى الرجل يعتدي على المرأة الضعيفة، ويرى المرأة القوية الشديدة تعتدي على زوجها اللين، ويرى الأباء يعتدون على الأبناء، ويرى الأبناء يعتدون على الأباء. اختلطت الأمور، فكان يقف أمام الناس في جماعة من الجماعات ويكرر هذا الحديث، وقيل هي حكمة من الحكم. كان يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا ينام، فكن كما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. ما معنى كما تدين تدان؟ حكمة، يعني كما تفعل يفعل بك، كما تجازي تجازى. هذه قاعدة عظيمة مضطردة في جميع أحوال الناس، ومثلها قاعدة أخرى معروفة، وهي الجزاء من جنس العمل. هذه حكمة بليغة تداقى لها الناس قديما، ولها شواهد كثيرة في الحياة وفي الكتب المقدسة. هذه سنة كونية جعلها الله تعالى عظة وعبرة للناس. لكي نتحدث عن قضية كما تدين تدان، أستأذنكم مستمعي الأفاضل أن تمنحوني اهتمامكم لدقائق معدودات. أقص عليكم قصة قصيرة حقيقية واقعية. رجل عجوز أصابه الكبر، وفي نهاية عمره يعيش مع ابنه وزوجة ابنه وحفيده. الرجل كبر وهرم وما بقت عنده قدرة على العمل ولا يعتمد على نفسه، فالابن الله يجازيه بخير قالها دبا وانا لابد خصني نتهلا فيه. هذا الابن عنده زوجة، وطام الله واحد الوليد هو الحفيد. في الاول هذاك الجد العجوز
كان مازال قاد على راسه، الحياة كانت غادية، ولكن من اللي تقدم به السن وعيا والركاب يخواو والعينين بدوا كيطفاو والسنان تساقطوا، ولا الرجل لا يملك نفسه، خاص كل مرة النظافة والعناية والرعاية، ولم يعد يقوى حتى على حمل الأكل بشكل طبيعي، إلا بغير يأكل يداه كانت ترتجفان، ونظره الضعيف كان يتسبب في إسقاط الطعام من يدي أحيانا، وكان دائما الزوجة يضيق صدرها، كتقول لراجلها هاد باك راه عيانة، هاد باك كل مرة النظافة الغسيل ما كيشدش الطعام كيفعل كذا، والرجل كيقول لمراته إن شاء الله يسخر ربي. يوم من الأيام كان العجوز جالس مع العائلة في المائدة كياكلوا بعضياتهم، وكان واحد الطبق ديال الطعام وحط بصيل زجاجي كياكل منه الرجل المسن، دار خطأ في يده طاح الطبق وانكسر. هنا غتغضب الزوجة غضب شديد، باك اش داير ليا، باك فعل ليا، باك عذبني، وقالت لي لابد ان نجد حلا، نريد حلا لهذا الاب. الاب الابن تيقول اش غندير، غنمشي نوضعه في مؤسسة ديال الرعاية الاجتماعية، غيسوقوا لي الناس الاخبار، غادي يوبخوني ويعاتبوني ويعيبوا عليا، ففكر يدير شي حل من الحلول. هاد الاب ولو يديه كيرتاجفوا، اي كاس او اي تبصيل طبق داروا بين يديك كيطيحوا. فكر هاد الزوج في انه يصنع الاب ديالو طبقا من خشب، مشى عند واحد النجار وصب واحد طبق من الخشب، وقال لي هذا ما غادي يكسرش ليا، ما يتكسرش، وغادي يبقى الطعام محفوظ وغتبقى النظافة عادية. وجبروه كذلك انه ما يبقاش يتناول الطعام في المائدة العائلية، داروا ليه ميتو بوحده، وداروا ليه الركنة ديالو وحده. الرجل المسن اصبح يأكل وحيدا، وأصبح في وضع يشعر بالإنعزال، كان يفكر في الأيام اللي كان مجموع مع العائلة في ميدة وحدة كيأكل معهم وكيشرب وكيضحكوا معه، اليوم داروا في الركنة وكيجيبوا لي الطعام ديالو بعيد عليهم، وبدأ يشعر بأنه في أيامه الأخيرة أصبح منبودا، رغم أنه هو اللي كبر، هو اللي تعب وشقى وصار ليالي وانفق الأموال ديالو وضيع صحته باش يكبر هاد الولد ويرجع رجل، واليوم ها هو الآن أصبح منبودا في مكان بعيد، وأصبح مجبرا على أن يأكل وحيد، والأسرة كيسمع فيها راهي كتضحك بعضياتهم، يتناولوا الطعام على مائدة مشتركة وكلهم حيوية ونشاط. ولكن سبحانك يا جليل، الزوج والزوجة ما كي يشوفوش الحالة ديال هذا الرجل، والحفيد بدأ ينظر إليهم في وسط صمت مهيب. الحفيد هو ربما غادي يكون في ذو التغيير، غنتعرفوا ماذا فعل هذا الحفيد، ولكن بعد هذا الفاصل. في هذا الصمت المهيب، في هذا الخضم وسط هذه العائلة، كان الحفيد ينظر إلى الجد كيشوف فيه بأنه أصبح منعزلا، واستمر الوضع أيام وأسابيع وشهور، ولكن بعد مدة توفي الرجل المسن، توفي هذا الجد، هذا الرجل المسن، أقيمت مراسيم التشييع، وبعد الانتهام انتهت هذه المراسيم. الزوج والزوجة قالوا دابا الآن الله تعالى خاد المرحوم، دابا الآن غنتخلصوا من الأغراض ديالو، الأغراض ديالو واحد العكاز وشي ملابس وواحد الأمور ديال النظافة، وقالوا ما غنديروا به والو، نعطوها لشي فقراء حتى هما عجزة كبار في السن، نعطوها لهم أو نتلفوها. وهما باركين كيجمعوا في الأشياء، لقوا بأن الحفيد الصغير
خاد الطبق الخشبي وخباه في الماريو ديالو. الوالد كيقول ليه اولدي داك الطبق الخشبي داك الطبسي الخشبي اش خديتيه اش غتصنع به؟ هنا غادي يقول ليه الولد الصغير يا ابي اريد ان احتفظ به، هذا ما كيتكسرش، هذا صالح بلا ما نضيعوه، احتفظ به باش في المستقبل غنجعلو هو التبصيل اللي غتاكل منه انت والام ديالي حينما تكبران مثل جدي. هنا علم الاب بانه اقترف جرما في حق ابن والده انه دلي طبق خشبي، وها هو ولده كيفكر بنفس المنطق حتى هو غادي يرد ليه هو والام ديالو ملي غادي يكبروا في ملي غادي يوصلوا لواحد السن كبيره وصبحوا مسنين مثل جده غادي يطعمهم من نفس الطبق الخشبي. هذا ما يسمى ايها الاحبه الكبار كما تدين تدان، البر لا يبلى والاثم لا ينسى والديان لا ينام، فكن كما شئت كما تدين تدان. سبحانك يا جليل، من يهين رجل كبير ذا شيبة، الله عز وجل كيبعث ليه في آخر عمره من يهينه. وهذا كلام قالوا الصالحين أيام زمان، يقول بلغنا أنه من أهان ذا شيبة لم يمت حتى يبعث الله عليه من يهين شيبه إذا شاب. هذه هي الحكمة التي نريد أيها الأحبة الكرام أننا نعتبر بها. فالكثير من كبار السن يحتاجون منا إلى الرعاية وإلى العناية الكبيرة. كبار السن محتاجين منا إلى عناية بدنية وإلى عناية نفسية وإلى عناية اجتماعية. لكي نعرف بحقوق هؤلاء المسنين الله تعالى يقيد له في كبره في آخر عمره من يقيم حقوقه ويعطيه واجباته. ولكن اللي ضيع هؤلاء كبار السن في آخر عمرهم فالله تعالى يقيد له في كبره من يعامله بالمثل. هذه القاعدة كما تدين تدان أيها الأحبة الكرام ليست خاصة فقط في كبار السن، وإنما في الحياة كلها، حتى الصغار وحتى النساء وحتى الفقراء وحتى بسطاء الناس. أي واحد كيتعرض للإذاية أديثيه بواحد المعاملة سيئة كيجيب لك الله تعالى نفس شخص آخر اللي هو في نفس كبر منك في القوة وكيتعامل معك بالمثل. فهذه قاعدة وضع الله عز وجل وضعها في كل شيء. لاحظوا معي حتى الطعام، واش عمر شي واحد زرع نخلة ديال التمر ولكن ولدت ليه تفاح، او ان انسان دار واحد النخل زرع المشمش ونضي الخوخ؟ ابدا. هذه قاعدة وضع الله عز وجل اللي زرعتيه غتحصدوا. قاعدة وضع الله في كل شيء، بل حتى اللي صوبته بيديك. تصور معايا انسان اعصر برتقالة وبغى يذوقها، واش غادي يلقى شيء اخر الا عصير البرتقال؟ لان هذا الشيء اللي زرعتيه غتلقاه، واللي دار واحد العصير ديال الحنظل غادي يلقى الحنظل. اي حاجة غرستيها غتلقاها. اللي غرس المحبة واللي غرس التسامح واللي غرس الكرم واللي غرس العطاء ما غادي يلقى الا العطاء والكرم والجود من عند الله تعالى. ولكن اللي غرس بذور الحقد والغل والكراهية لن يجد الا ذلك. هذه قاعدة وضع الله تعالى، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذا توازن خلقه الله تعالى في هذا الوجود. فمن يتوق إلى المحبة وإلى السلام عليه أن يزرع هذه المحبة في قلوب الآخرين ممن حوله. من أراد أن يحب أن يغفر له يغفر له من الذنوب عليه أن يزرع العفو والتسامح مع الآخرين. من كان يطمح إلى الغنى بيعود غني بيعود ذو مال عليه يكون بحال الريح المرسلة حتى هو كيعطي لمن هو أفقر منه يجود عليهم فيجود عليه الجواد من فوقه. اللي بغى يكون عنده الاهتمام والتقدير بين الناس
ما عليه إلا أنه يهتم ويقدر اللي هما تحت يده من الناس فقراء أو ضعفاء. قاعدة عامة قالها الله عز وجل: كما تدين تدان. ولو أن هذا المعنى معنى في قضايا الظلم أو قضايا السلبية، ولكن هي قاعدة عامة، قانون إلهي رائع. هذا القانون الإلهي وضع لنا الله تعالى باش يمنحنا فرصة جديدة لنرسم قدرنا بنفسنا. إما أن نختار طريق العفو والتسامح والعطاء والمحبة والخير فيكرمنا الكريم، وإما أن نختار طريق الانتقام وسوء الظن والحقد والنميمة وكشف العورات والتجسس وقطع أرزاق الخلق، أكيد أن الكرة سوف تدور وسوف تعود إليك بأضعاف ما صنعت. إذا كان إنسان منا يحمل نفسه سوء الظن، وكان بالحين والآخر كيبغي يظلم الآخرين ويبكيهم ويخلي الدموع تسيل من عيونهم، علينا أن نكون على ثقة تامة بأن اللي كيفعل هذا الأمر حتى هو غيجيب له الله تعالى من يجرح قلبه ويسيء الظن به ويفيض مقلتيه دموعا، لأنه كما ظلم ظلم. اللي كيبغي يتصيد أخطاء الآخرين ويكشف العورات ديالهم ويهتك الستر، الله عز وجل لا كيعاملوا بالمثل، حتى هو كيفضحوا على رؤوس الأشهاد. من نفس الكاس غتشرب ومن نفس الكاس غتذوق. إذا كان الكاس حلو غتذوق كاس حلو، وإذا كان كاس مر حنضل لن تدور إلا تطوق إلا من نفس الكاس. أيها الأحبة الكرام، هذا عدل الله عز وجل، عدل الله تعالى تحفيز لنا جميعا لنرتقي إلى عالم أنظف وأجمل، لنصنع حياة كريمة طيبة، حياة تجمعنا على التسامح، على العطاء، على عدم تتبع عورات الآخرين، على عدم قطع أرزاق الآخرين، على أن نكون روحا واحدة وجسدا واحدة. هذا عالم أراد الله تعالى أن نبنيه. هذا العالم إذا قمنا به سوف يقربنا الله تعالى جل جلاله منه، لأن الله تعالى هو أصل المحبة، الله تعالى أصل التسامح، الله تعالى أصل العطاء، الله تعالى أصل الستر. فكلما فعلنا هذا الأمر وكنا احنا بعضياتنا متحابين كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، إلا والله تعالى تجلى علينا بهذا العطاء وكان مجتمعنا جميل. هذه تذكرة، تذكرة أيها الأحباب الكرام، كل واحد منا يعمل أنه يخلع نعليه، يطهر نفسه، يستغفر ربه ويتذكر الأشياء السيئة اللي دارها ويقول كفى، نقطة نهاية، أبدأ صفحة جديدة وأتعامل مع الخلق بأساس المحبة والتسامح والعطاء والستر. من تعامل معهم بالمثل؟ إذا كانوا هم سيئين من تعاملش معهم بالسوء، من زلش المستوى ديالهم، خليك عالي والله عز وجل سوف يرفع مقامك بهذا العلو. الله تعالى لم يسن هذا القانون الاجتماعي في بيننا، قانون رائع، إلا باش نذوق حقيقة الحياة. علينا أن نفكر ألف مرة قبل أن نؤذي من حولنا، ما نآذيوش الناس لحدنا بأي شكل من أشكال الإذاية، رغم يكونوا هما سيئين ما نزلوش معهم إلى مستواهم، نحاول نرفعهم معنا إلى أعلى مقام. الله تعالى لا يحب الظلم ولا يظلم ربك أحدا، ولكن لدل الرحمة والمودة الله تعالى يعطيه الخير ويجعل حياتنا تشع صفاء ونقاء، وضلق الأيد ديالنا بيضاء متشابكة، نعيش إخوة متحابين. هذا وعد الله عز وجل، وعد به كل إنسان في قلبه نور وهداية ومحبة للإنسانية. الله عز وجل يقول لنا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ونبي الرحمة يقول: احفظ الله يحفظك، كلما حفظت الله تعالى في خلقه يحفظك. الله تعالى يحب صاحب المبادرات الحسنة، كن منهم أيها الإنسان، كن من أصحاب المبادرات الحسنة. العيب سهل،
العيب يتقنه كل إنسان ربما يحب أن يعيش في السفاسف، لكن اصعد 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 إلى مقام الصلاح. فربنا عز وجل يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لنكن متسامحين، لننسى الماضي وهمومه، لنبدأ صفحة جديدة على أساس المحبة وعلى أساس التسامح وعلى أساس العطاء للأخذ، العطاء للأخذ. كلما تعلمت هذه الأمور يتجلى الله عليك بكرمه وجوده ويرفعك إلى أعلى مقام. نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.